ثانيا بالغ، فلا يجب الصيام على غير البالغ، ولكن الصبي الذي دون البلوغ تارة يكون مميزا وتارة يكون غير مميز، فإن كان مميزا فإن وليه يأمره بالصيام إذا أطاقه، اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا يصومون صبيانهم. ولأجل أن يعتاد الصيام ويألفه حتى إذا بلغ، وإذا هو قد اعتاد عليه فلا يشق عليه الصيام. وأما إذا كان الصبي غير مميز فإن صيامه لا يصح، حتى لو صام فإن صيامه لا يصح لعدم وجود النية منه، لأن الصوم عبادة وكل عبادة لا بد فيها من نية.